مرحبا بكم الناس الكل في فيديو جديد معكم مدى نوري كالعادة في رياكسيون جديدة وفوزة جديدة وتكتيك جديد. وتوا اخويا جبت لكم التيتر اللي تكتب برشا مرات في الكومنتارات ام سي ميجو فري ستايل ثورة هبطت نهار 20 اوت عامل 283 الف فيو على اليوتيوب 13 الف جيم طول التيتر دقيقتين و57 ثانية تيتر مزيان على الاخر. ما نطولش عليكم الاولاد هكا لايك سبسكرايب فعل الجرس باش يوصلك كل جديد ويلا نبداو في الرياكسيون ليتس جو. موان 18 اي خويا اي ملا خلفيه وملا خويا يعجبوني الفازيتك اللي تحط ميكرو تبدا ترابي وتحط خلفيه مزيانه وراك كيسه ثوره ام سي ميجو يلا باش تسمع صاحبي تو باش تسمع لما تدق الساعة صفر الخلايا في عقلي تموت ينوض المية اللي فيها يخلي سكم مقطة تغوط اوه 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 ملا اول بار لما تدق الساعة صفر الشيطان اللي في راسي يدرى شنو يخلي امك تتقوط what the fuck was damn man عاود بابا اسمع 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 الدخلة ملا دخلة اسمع لما تدق الساعة صفر الخلايا في عقلي تموت ينوض ميت لي فيها يخلي سكم مكتة تغوط لاني لما كنت بعقلي صاحي ديما نفوت اما تول ثاني منوطني كمك وبرا قوت فرد قوة ضربة واحدة زي البتش استبت تصوت اصلا انت متعودة دايما على الاحمد تعود ما لا زود اصلا انت متعودة دايما على الاحمد تعود لشكون ذي فيها كلاش تحكي لي حتى موضوعي كلاشي في شكون باش تكتبوا لي الاولاد في الكومنتات كلاش لشكون خاطر خويا من قبيله داخل فيه دخله مزمره السيد ما فهم حتى شيء اسمع دارتي لان ودانك تدود اخذ سوق عندي قرطط وان شاء الله ربك يعوضني كم الواقع الملوت من قريب من بعيد نيكمك هادي موصلها لك من حودها العباد نيكم القوانين ما على نيك الطاقه ليك ونزديمين اسمع برو اسمع اش تتعاود ازاي عجبتني على الاخر اسمع دايما تعود ما لا زود اسمع دارتي لان ودانك تدود اخذ سوق عندي قرطط وان شاء الله ربك يعوضني كم الواقع الملوت من قريب من بعيد نكم الواقع الملود من قريب ومن بعيد وبش يكمل يسب مزيد نكمك هادي موصلها لك من حودها العباد نكم القوانين ما على نيك التقاليد ونكم هالدولة القح هذه من غير العقيد نكم هالدولة القح هذه من اوه 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 what the fuck was this man برجو ليا كلاش للدولة ذي في بالي ام سي ميجو انا ما ينجمش يدخل ليبيا ما نعرفش صحيحة ولا غالطة اما في بالي اللي هو محروم معناها من دخول ليبيا ليبيا تربي والشعب سباندا تسمع موزيك دي بنغمة الهوندا ركزت في كتيبتي وتكيف الجوندا فهم تحقيقتي اني كل اناكوندا ملا تكنيك ركزت في كتيبتي وتكيف الجوندا فازا بعديك انا كوندا باش تتعاود هذي عجبتني على الاخ ملا تيتر والله ملاتي 50 ثانية تويك سمعنا محسوب دقيقة تيتر رعب يا برو رعب والله رعب ليبيا تربي والشعب سباندا تسمع موزيك دي بنغمة الهوندا ركزت في كتيبتي وتكيف الجوندا فهم تحقيقتي اني كل اناكوندا يقول لك لسان هبره لكن يكسر العظم فترش في عظام الانيميز باش يسهل الهضم يقول لك لسان بلي عود هذيا اما من غير عظم فترش العظام الانمي باش يسهل الهضم what the fuck was this اسمع موزيك تي بنغمة الهوندا ركزت في كتيبتي وتكيف الجوندا فهم تحقيقتي اني كل اناكوندا يقول لك لسان هبرة لكن يكسر العظم فترش في عظام الانيميز باش يسهل الهضم ما تقوليش اخلاق انا مانيش لاعب كرة قدم راسي تصدم قلبي تعدم كلكم ما تبوا للردم كلكم ما تبوا للضرب تبوا الكفوف تبوا الحرب مش واحد مش نفس الدرب تبوا واحد من غير قلب فكف عقلية العرب كلك ما تبوا 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 الضرب تبوا الكف تبوا what the fuck was this man ملا رياكسيون والله نيكم عقلية الغرب تبوا ولد قحبة صرف يحكم الشرق للغرب تبوا ولد القحبة صرف يحكم الشرق للغرب المنيك والحجار وما تحبوش الرجال تحبوا تحطونا في خط النار وتعلم بين القتال يا من الاخر قال لكم راك بتحبوا واحد كي استغفر الله العظيم فهمني كيفاه ما يفهم حد شيء انت ماريونيت عباره فهمتني انت تتحكم فيه وانت تخدم بيه وانت تعمل بيه كل شيء هذا شو يقصد ام سي ميجو تو
ليبيا حرب حب العجرار قاعدة مازال فوضى عار وميليشيات وسكم لهبال طرابلس ولا تتغال قانون الغابة يابا تبع مين شكون وتنتمي لأي عصابة تبع مين شكون وتنتمي لأي عصابة وليبيا قالك ولدت غابة بالرسمي خويا ربي يستر اخواتنا الليبية الكل والله 8 سنين في معيتي قصحابي مشوش نيابة قولي دولة نيكمك انت والدولة دابة ياسر شوب انيك الخوف هيا صغار بلادي نوذ نيك نسمع في زكم ليبيا تنادي نوذ نيك نسمع في زكم ليبيا تنادي معناها قوم تقعد صاحبي راي ليبيا تستحقنا فهمت نوض النيكو يلي ناكل وطن وقتلن دادي لتقولي دولة لا كتايب لا نايب لا قاضي الدولة تبدأ من غير عدل التمرد واجب يصلوحها البس قام جوك الجو البرا يناشب طارق بن زياد وصغار البلاد والشعب كاسب وقت صحيح عمره ملعان تعلى على الحاجب برجولية برجولية ملا تكنيك والله ملا تكنيك وقسم بالله معنا فرقة بينا احنا هم اولادها مش لتستر باللحية وباسم الدين جابها مش لتستر باللحية وباسم الدين جابها معناها صاحبي راك فيك من الاخ تنساها يتمتوا واطفالها اعتمتوا شبابها والحرب القحبة هذه انتوا يلي فتحتوا بابها برسمي خويا بس حكاية مسيسة صاحبي الحرب هذية في كل بلاد را مسيسة من الأوروبا برو ريت اي حكاية صارت في تونس في ليبيا في الجزائر في المغرب في اي بلاد فهمتني عربية الحروب اللي قاعدة تصير الكل راي مسيسة من الغرب صاحبي يحبوا يدمرونا يحبوا يربي يهدي ناس الكل وكيف يحكي امسي ميجو وخويا كلامه صحيح على الاخر والله واني كان مت في ساب الكلمة حق نورمال نعرف باللي السب ما يجيش لكن لازم ينقال نعرف باللي السب ما يجيش لازم لكن لازم ينقال صاحبي فما عبيد تفهم كم بالسب اقسم بالله ما نديرو حل وربي يبدل الاحوال يحكمنا ربي احنا نكون الرئيس والبرلمان واو 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 يحكمنا ربي نكون الرئيس والبرلمان what the fuck لازم تنضف يمان وتولي يمن ومان والشمس تشرق وتبان وتفتح البابيبان صدقني السلطة هادي ليه ما تغطي بها عريان ما لخلي حروف تنيك ثورة وتحرق لودان لا خلي حروف تنيك ثورة وتحرق وتحل بيبان ولا تحرق بيبان بلا عودة ذي عودة عجبتني عالخ ملا مسيميقو برجو ليا سمعنا موزيكا التير عالخ نرب احنا نكون من الرئيس والبرلمان ولازم تنضف يمان وتولي يمن ومان والشمس تشرق وتبان وتفتح البابيبان صدقني السلطة هادي ليه ما تغطي بها عريان ما لخلي حروف تنيك ثورة وتحرق لودان كلش متغرب انت مش قاعد في نفس المكان كنشوف شرارة غدوة تلقاني في زق الميدان انتم كلكم صب كنشوف شرارة غدوة تلقاني في زق الميدان what the fuck was that bit بيان بياضك للامريكان حاول نيك اعطي الدكتور فرصة يقول بيان ملا فريستايل ملا فريستايل ملا ميجو what the fuck was that man ما حكيتش على الكليب خويا ما حكيتش على الكليب حكيت عليه من الاول قلت لكم راهو من الاول خويا تيترو فيه خويا سمعنا موزيكا كثير على الاخر قلت لكم راهو يعجبوني الكليبات هذيا خويا ميكرو وفريستايل خاطرو ميكرو فازا من تالي معناها كيف ما نقولوا احنا خلفيه مزيانه ويبدا يرابي ويقجم عليهم ودخلهم في حيط تيتر مزيان على الاخر ركزنا برشا في الكلام بالرسمي يمسي ميجو شابو صاحبي ان شاء الله تكون عجبتكم شباب الرياكسيون ما تبخلش على ود النوري في لايك سبسكرايب فعلك الجرس باش يوصلك كل جديد وبالرسمي شباب نحبكم على الاخر تيتر في الكومنت اللي تحبني نعمل عليه رياكسيون وباي باي.